مولد مبارك أحياه الموالون في شام زينب ورقية ومن الحوزة الزينبية، أقيم حفل تراه وكأن الملائكة فيه تقبل الأعتاب البهية، فالموالون ها هنا حضروا لينشدوا حبا للحورية الإنسية. نهنئ صاحب العصر والزمان والعلماء المراجع العظام بولادة سيدة نساء العالمين سيدة الزهراء، الله يجعلنا على خطاها ونهجها، وإن شاء الله يكتشملنا البركة والشفاعة. نحن كل سنة الحمد لله بهذا المولد المبارك منكون من خدامة ومنوقف منساعد بموضوع إحياء المناسبات هاي، لأنه هي بتحيينا وبتحيي فينا كل الأمل وبتخلينا نطلع دائما لنهيئ لدولة الحق ونبني جيل. إن شاء الله يا رب يجعل عملنا مقبول وولادة مباركة على الجميع يا رب العالمين. إن شاء الله مولد مبارك ينعاد عليكم، إن شاء الله نشوفكم على طول بخير وبهمة والله يتقبل أعمالكم. يعني أنا بقول لك شعوري ما بينوصف، إنه بنت النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام يعني أعظم مخلوق على وجه الأرض. يعني تخيلي إنه لهالسبب إنه قال رب العالمين إنه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، إنه حياتها لله غضبها لله. هي قدوتنا وحبيبتنا وخلق الكون لأجلها، هي ريحة الجنة. النبي قال عليه الصلاة والسلام: كنت أشتاق إلى الجنة أشم ريحة فاطمة عليها سلام الله، والله يقول أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. زهراء علينا وصوت فتح الأمل. زهور فاح عبيرها من صوت صدح مادحا الزهراء، حناجر كاللؤلؤ يسطع بريقها عندما تتغنى بذكر الكوثر سيدة النساء. سمعا زكى في ليلة الإسراء. شاعر فاطمي اعتلى منبر المولد وبدأ الإحساس، فمن أجل مولدها هذا الشعر سبك سبائكا حبست بعشقها القلوب والأنفاس. يشتاق أحمد للجنان وعطرها فيشم فيك العطر في الأنحاء، سماك رب العرش جل جلاله ولديه خصت أحسن الأسماء: صديقة، زهرة، بتول، فاطم، بوركت من إنسية حضراء. التعلق بالسيدة الزهراء والتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم هو في حقيقته تعلق بالله عز وجل، وهذه المودة لا شك لها أثر في القلوب، كل منا يعبر عنها بطريقته، الشاعر يعبر بشعره، الكاتب بكتابته، المفكر العالم. خصوصية الزهراء سلام الله عليها أنها المحور، هي الارتباط بين النبوة وبين الإمامة. في كل حفل ومجلس يخص آل البيت عليهم السلام لابد أن يكون هناك فقرة لعالم من علماء دين الإسلام، فخير الحديث منه تسمعه وأحسن كلام، كما كان لريحانات الزهراء حروف تعبر عن عشقهم لابنة خير الأنام. حين نكون في مولد السيدة الزهراء عليها السلام فنحن في مولد أعظم امرأة في التاريخ، بل أعظم امرأة في الكون، هي سيدة نساء العالمين، هي المرأة المثالية التي ينبغي لكل امرأة في الدنيا أن تقتدي بها. أنا تعلمت من السيدة الزهراء أني أنا أتحجب من أنا صغيرة، لأنه هذا المنهج الصح وهذا المستقيم الصح إن شاء الله. أنا لابسة حجابي وهو تاج لي على نهج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وخضر السيدة زينب. إلى دم البشر بارك بالمنتظر. زهراء روح الحياة، لولاها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور، هي أحمد الثاني وأحمد عصرها، هي قطب دائرة الوجود وهي الكوثر. جنة الله على الأرض والحبها ما يعرفنا داما. والله ما طاف الحنين بخاطر عاشق إلا وطيفك في الدم يتسرب. زهراء يا أنس الوجود وروحه، ميلادك فرح ها هو في القلب يسكب، أحييناه عزا وفخرا وعشقا، علنا بجميل ذكرك لله نتقرب. من مسجد الزهراء عليها السلام في دمشق، بسمة الصندوق لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية.